كل شجاعة بعد الخطورة. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. نابي كيتا. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. شاكيري. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. كرة بتبعد من مناطق الخطر. ولعب الشوت. مدافع يقطع الطريق بكل فدائية. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. خوان كوادرادو. كريستيانو رونالدو. شاكيري. جماهير الريدز تشجع في هذا التوقيت وتبحث عن هدف التعادل. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. يمكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. لم تنفذ الكرة المرتدة بشكل مثالي وبالتالي يفقد الكرة. تشامبرلين. كرة بينية خلف المدافعين. هجمة بتضيع بدون أي خطورة. فرصة العرضية الخطيرة. تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. مباراة من الصعب أيضا التوقع في لحظاتها الأخيرة لأن الفريقين متكافئين. جميل الكرة البينية. الله على النظرة. كرة لم تحمل أي جديد في النهاية.